وانت مسؤول على ملف الحج والعمره. هذا مسؤول عن ملف الحج والعمره؟ ها هو هذا الرجل؟ نعم مسؤول ملف. شنو ملف الحج والعمره استاذ ماجد؟ بالله وضح لي، خلي الناس تفتهم. يعني الحج والعمره شو علي ابو وزاره النقل؟ خلي الناس تفتهم. اكو عقد بين الحج والعمره وبين شركه الخطوط الجويه العراقيه. اي شو يقول شركه الخطوط الجويه العراقيه؟ تعطيهم تذاكر، تعطيهم حاسبات، يبيعون تذاكر الى فتره الحج والعمره. هاي السنه، هاي السنه اللي هي 22، ما احكي لك 21 ولا احكي لك 20 ولا احكي لك 19 ولا 18 ولا 17 ولا 16، لا احكي لك انا بال 22. اي 22 انا اناشد دوله رئيس الوزراء واناشد السيد وزير النقل. يا دوله رئيس الوزراء ويا وزير النقل، شيكوا حسابات الحج والعمره مال سنه 22. انت اعطيني اللي عندك حتى يشوفون، حتى يطابقوها صدق كذب. اللي عندي المبيعات 8 مليون. 8 مليون دولار؟ نعم. ايه؟ نعم 8 مليون. وحده من الحاسبات 5 مليون. من وصلت المعلومه للوزير السابق، من وصلت المعلومه شيك ويا الماليه لقاهم مسددين 3,200,000 بس حاسبه واحده. والمليونين الا شويه، المليونين الا شويه خبر كان، بخبر كان بس حاسين على الحاسبه الثانيه. هاي حاسبه واحده، الحاسبه الثانيه ايش قد بيها؟ ماكو، ما لها وجود. ايش قد بيها؟ 3 مليون. 3 مليون؟ 3 مليون اختفت، كل شيء مختفي. روح على 21، روح على 20. اعطوني صورته، اعطوني صورته اللي طالع مظاهرات. هو هذا الرجل المسؤول عن الموضوع؟ نعم 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 هو زين. هذا الرجل. هذا هسه اكو بذمته للدوله مليونين الا شويه من حاسبه مال حج وعمره وبوزاره النقل مال التذاكر. نعم. واكو بذمته. نعم. حاسبه بيها 3 مليون مختفيه ماكو، وطالع مظاهرات ما يريد المدير الجديد للخطوط. زين سؤال. نعم. سؤال جواب. النزاهة وين؟ كل هاي الملفات، كل هاي الملفات وصلت إلى رئيس الوزراء السابق. أي. ووزير النقل السابق. أي. والمدير العام الحالي. إيش قالوا؟ كلها هسه عليها تحقيق. اكتفوا بنقلهم خارج الخطوط. اكتفوا بنقلهم خارج الخطوط. وعلى اساس المجالس التحقيق تاخذ اجراءها. لا هو اكو شيء باوع، اكو شيء بالمنطق استاذ ماجد. انا ما احب واحد يضحك على عقلي. هسه هاي الدوله او هاي الحكومه اذا صدق هذا بايق الحاسبه وبايق 2 مليون الا شويه من حاسبه ثانيه مال الحج والعمره، المفروض ما يكتفون بنقله، او هذا باكر عقبه ينهزم. فلوس الدوله هاي مو فلوسكم، هاي مو فلوس ابهاتكم. لعد انت لو تقرا الملف مال ميسنز ومال ماسيال. اليوم ماسيال منزلين فيديو على اساس رايحين مشتكين بدبي بمكتب التحكيم. اكفد مكتب بدبي يسموه مكتب التحكيم. نعم. يريدون يشيلون الخطوط مليار دولار، وهم اتفاقيه الخدمات الارضيه كلها اتفاقيه فاشله، والملف باكمله عندي. الملف باكمله مال الاتفاقيه مال ميسنز ومال ماسيال كله موجود عندي.